أهلا وسهلا. كتاب الثورة وما بقدر لكم كم مليون دولار عمل، فاتشي دولار عجيبتي، ولكن الثروة اللي فاتت على جيبتي هي اللي فاتت على قلبي. حول العالم هالكتاب مبيع، لأن أنا قاعدة على الشاشة واللي المال مهم، بعتولي أموالكم وبقعد أنا وياكم وبقولكم شو تعملوا فيهم. هلأ قبل ما نموت لا تملكه حتى تنفقه، انتبهوا، بدنا ننفقهم بهالثروة اللي فينا كلنا قبل ما تنفينا الثورة، خصوصي بالعالم العربي الإسلام والمسلمين. شفتوا اللي جاي من بعد أوباما؟ ما بدي السود ولا العرب، كلهم إسلام ومسيحية، كلهم بدي شيلهم. مزقفوا له إيه؟ أنت بحميك، أنت بحميك. هاي مثل قصة الخروف اللي إجا واحد قال له لك إذا شفت غير خروف عم بيندبيح أنت ما رح ندبحك، هداك اللي رح ندبحه. قال لهم هيك لكل الخواريف وصدق الخيروف. هي الخرفين الحقيقة. فإذا هالكتاب هو الثورة وهو الثروة. هالثروة اللي حي فينا. وين ما فتحت الكتاب شو ما قريت يا حبيب قلبي، صور إنه بقربك وردة جميلة تنتظرك، ولكنك أنت لا تراها لأنك تفكر بها. تموت الوردة وأنت لا تزال تفكر بها. الفكر خلق غشاوة على عينيك ومنع عنك رؤية الوردة كما هي، لا كما أنت تفكر بها. أنت الآن تقرأ ما كتبت، ولكن الكلمة حاجز أو نافذة. إما أن تقول ما القصد من وراء هذه الكلمات، أو ترى بقلبك الكلمة التي بين الكلمات. أنت عم تشوف الكلمة بين الكلمات؟ عم تسمع هالصمت اللي فينا بين الكلمات؟ عم بتشوف هالثروة اللي فيك؟ عم بتشوف الوردة فيها شوك وفيها وردة، أو بس الشوكة أو الوردة؟ أنت كتاب الله، أنت الثروة والثورة، أنت الانتفاضة. بس بدنا نقرأ، بدنا نشوف إنه أنا مني الكتاب، أنت اللي كتبت. كل واحد عم بيقرأ، هو القارئ والكاتب واحد. بيقول نخبي من الناس تدرك سبب وجودها على هذا الممر وتسعى للوصول إلى الوعي الكوني، إلى حقيقة الإنسان اللامتناهية. وهذا ما سيسعى إليه قلبي، أن يكتب أو يصور هذه الحقيقة ولو بكلمات علها تجسد ما في قلوبنا من نعم للوصول بنا إلى الأصول. بس إذا ما في جذور ما في عطور. الكتاب وسيلة، بلغ إيه؟ قال له سلعة، كلنا وسيلة. أمة العرب في نساء اسمها وسيلة، كل واحد منا وسيلة. من هالوسيلة بتجي السيولة، كله النهر سيل. فإذا هالكتاب هو للبيع نحط، ولكن هلأ كلهم محطوطين على الموقع. يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي، بيقول كل إحساس بتحس فيه إذا غضبت طلع، إذا حبيت طلع، مثل الأطفال. ما تبلعها، ما تكبتها. لمين بدك تكبتها؟ تطردي المعلم، تطردي المدير. ما ساعتها بتجي على البيت وانت بتضرب مرتك، ومرتك بتضرب الولاد، والولاد يلا 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 يلا. تتذكروا الملك يلي ضرب اللي حده، قام اللي حده ضرب على الولاد، ربنا اللي ضرب اللي حده. من عشان الملك ضربت الملك، قال له قالت له بقى رميت برمتها ورجعت لك. فإذا لا تضرب هي ولا تضرب هي، بقى بقى البحصة. ما هي بحصة. هنا سبب التوتر ناتج عن الصراع بين الجهل والعقل. المعلومات متوفرة بالفكر، ولكن المعرفة هي في العقل وفي اليقين. يا حبيبي أنا بدي أعرف. لولادك بيقولوا I want to know، بدي أعرف. ماما ليش الشجرة لونها أخضر؟ ما تقولوا فيها كلوروفيل وموروفيل،
لأنها خضرة. يس هاني لأنها خضرة. هيك ليش السماء فيها شمس؟ لأن هيك فيها شمس. يس. تتذكروا جرجيف كان عمره 8 سنين وماتت أمه، سأل بيو قال له دادي وين راحت أمي؟ ما قال له أخذها المسيح. سخت المسيح ساعتها من سبه ومن شرمت كل الدنيا. قام بيو ومعه سيجارة غليون هيك، قال له بنروح لمطرح ما منموت، ما في انه ما منوم منموت، لا بس منروح مطرح مندوب منضل احياء منضل عايشين مندوب، بس انت بس تكبر رح تتعلم اكثر مني. انا شفت اشارات واختبارات وعرفت انه ما منموت، بس منروح لوين ما بعرف، بس في مطرح منروح لألو يعني غير هون. انت فيك تكبر وتعرف. وضل يسأل وعرف وعرف ووصل الى مدرسة السلمونج. بمدرسة السلمونج بعدها موجودة، وحضروا فيلم ميتينج وذ ريماركبل مان، ومن هالكتاب اللي هو بهالكون ومن قصة جرجيف كتبت الثورة من كتب اللي بين ايدينا، وحطيته هيك بالعربي. وقت اللي معمر القذافي يحكي عن الثورة وزنقة زنقة من هون، قالوا له هيدا كلام مريم نوري، قالوا له ايه. قلت له هيدا كتاب مهم، وبقرا لكم الكتاب اللي اعطيته اياه بخط ايدي اسمه المرأة، لان هو كان عنده هيك احترام مميز للمرأة. أمه ماتت بطريقة هي أنا بشبه أمه، وأنا بي أرمني وهو أمه يهودية، وبيه يعني من عندهم جذور، وكان عنده احترام ومحبة كتير لكل المقامات حتى مقام مرقص عنده. وأمه صار حادث سيارة وطلبت من الله يضلوا ولادها وجوزها أحياء وهي تموت، إذا في حدا بده يموت خدني أنا وخلصهم. واستجابت الدعوة، هيدا طلبها، هي طلبت الألوهية اللي فيها، وجوزها رب الأولاد وما تجوز، هو ربيهم ساكن عاش حياته، بس قال الإيد التانية اللي بدها تجي. وهون بتذكر هالقصة ومحطوطة هون، في رجال هي ومرته عم بتموت، قالت له بدي أطلب منك هالطلب أمري وصيتك بقلبي بحياتي. قالت له بتخلي ايدي هالعظمة بالبيت بتتجوز، ومرتك رح تجيب اولاد، واولادنا كلهم اولادنا، بس خليها تضرب اولادي بهالعظمة، ما تقول لها شو هي، اترك هالعظمة ولا اضربي اولادي بها. وهيك صار. وكانت المرة تقول له لجوزها، تقول له اولادك واولادي واحد، يعني أنا بحس مرتك بعدها معنا، يعني هي أختي بالروح، بس أضربهم بالعصاية بهاي العظمة بيضحكوا، بضربهم بإيدي بيبكوا. دخيلك قلي شو السر؟ قال لي هيدي إيد أمون. ونحن هيك، الأم يلي بتحب بتضرب بتصرخ بتعيط، وهيك كل إنسان عندك ثورة شيلها حطها لا تسكت. عشان هيك المراكز الكبيرة لأي مؤسسات التوحيد بالعالم، مطرح ما روح وقت اللي بدي أترك يلحقوني لبرا كل المسؤولية. ومرة ببيته لميتشو برد كتير ببوسطن، وحبيت أنزل على الجنوب، وكان عندي أخوة اثنين هونيك، وهيك في ناس كمان شفتهم وقالوا لي ايه تعال عنا، وهونيك 12 شهر ما في شركة وما في برد وما في شيء. كان هو بيته ببوسطن قدم له إياه رجال ما حدا احترمه وحبه من ولاده، بيقوم هالرجال بيعطي هالبيت لميتشو، قال له صدقة لألك قصر. هالرجال مات مكسورة إجره وعنده ورمة وسرطان، وما حدا خدمه من ولاده أهله،
اهتم في ميتشو، وبعدين قال له هي البيت لك انت ابني. سو انا جيت واقعد مطرح على الدرج، يا ما ناس كسروا اجرهم على هالدرج.